مساء الخير من ديرة الخير وانتو أهل الخير. الخير اللي احنا فيه فضل الله سبحانه وتعالى وفضل قيادتنا اللي ما قصرت معنا، وهذه وقتنا ان ما نقصر معاها، مع ديرتنا ولا مع عيال ديرتنا. ديرتنا وأهل ديرتنا دائما يلبون النداء ونلقاهم دائما في وقت الأزمات، يتصدون لها في المقدمة. هالشيء مشاهدينا لمسناه بشكل واضح من أول ما انتشر فيروس كورونا، والكل أبدأ استعداده وتطوع وقدم كل اللي عنده وكل اللي يقدر عليه علشان هذه الأرض الطيبة. واليوم الواجب الوطني يحتم علينا وعليكم ندعم حملة فينا خير، لأن إحنا عيال الخير اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. شفنا من شوي التفاني الكبير في المساهمة في هذه الحملة. هذه الحملة أطلقها سموه لثقته بمعدنها للبحرين اللي ما بيترددون بالمساهمة من أجل مستقبل هذا الوطن العظيم، واللي أسس فيه سموه من خلالها مبدأ الشراكة الوطنية لدعم الجهود الوطنية. حياكم الله مشاهدينا في حلقة خصصناها لدعم حملة فينا خير ضمن اليوم المفتوح اللي بيستمر حتى منتصف الليل، في هذه الفترة اللي بنستضيف فيها مجموعة من الشخصيات البحرينية اللي بتتحدث حول هذه الحملة، وأيضا بنستقبل المساهمات المختلفة لدعم حملة فينا خير. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هالوقت القصير هذا أرجوكم أنكم تسمحوا لي أني أقضي هالفترة البسيطة وأشرح لكم شيء كبير جداً. ما أدري أنا كيف بوفي المعلومة وكيف أني بوصل المعلومة، ولكن الفهيم راح يفهم والبخيص راح يبخص والمحب راح يتفهم. والموضوع هو طبعاً حملة فينا خير. حملة فينا خير هذه مثل ما يقول الكتاب من عنوانه، اليوم هو يوم اللي الوطن اللي ربينا فيه واللي كلينا من خيره واللي عشنا في ذراه وعشنا في ظل قيادته الرشيدة، اللي اليوم نشوفه في وقت هالجائحة الكبيرة، إلا أن الوطن هذا صامد بشعبه وصامد بقيادته، والحمد لله متصدر في محاربة هذا الفيروس اللي راح إن شاء الله ينزاح في القريب جدا. البحرين كلمة كبيرة ما أقدر أشرحها في دقيقة دقيقتين من هذا الفيلم، ولكن إيش كثر تستاهل البحرين؟ إيش كثر تستاهل البحرين؟ تستاهل أرواحنا. لا تنسون عندنا شهداء، لا تنسون عندنا أبطال ضحوا بحياتهم عشان هذا العلن. وهذه إذا تبغون شيء أعلن لكم في العلن، هذه أمنية، وأمنيتي أني ودائما أطلب رب العالمين أنه ما يأخذني مريض على سرير، يأخذني وأنا في سبيل هذا الوطن، يأخذني وأنا أسعى لهذا الوطن والمواطن. الله يقدرني إن شاء الله على قد دعائي اللي هو فعلا اللي أنا أتمنى. المراد، موضوع فينا خير، إحنا حقيقة فينا خير. الحملة هذه في لها أبعاد كثيرة. الدولة وانتوا عارفين دعمت الاقتصاد الوطني، تسعى ليل نهار انها تدعم الاقتصاد الوطني عشان يبقى الاقتصاد منتعش وعشان تبقى الحياة ماشية. خذنا اجراءات جدا سليمة، نتصدر احنا دول العالم في حالات الشفاء، ونحاول قد ما نقدر ان احنا نمشي سير العمل. ولكن هل احنا بحاجة كذا 100,000؟ هل احنا بحاجة كذا مليون؟ لا، اللهم لك الحمد، جلالة الملك الله يطول عمره بأوامره نفذ المطلوب، ضخ مليارات اللي دعم الاقتصاد في مملكة البحرين. ولكن حملة فينا خير هذه تعطينا الفرصة، تعطينا الشرف المشاركة، إن عشان يوم الحساب أوقف وارفع راسي وأقول أنا ساهمت بلادي وساهمت يوم وقت الشدة. لأن النوع الثاني تعرفون شو بيسوي؟ بيدس راسه في الرمل، بيقول ما ظنيت إن هذا اليوم بيجي، ما ظنيت إن راح العالم يتشافى، وما ظنيت إن بلادي راح تتشافى. فاللهم لك الحمد، إحنا نشوف اليوم إن إحنا نمشي في خطى جدا سليمة. ولكن إن شاء الله إن تكون عندنا هذه الفرصة إن إحنا نقدر نساهم باللي نقدر عليه. فأرجوكم لا تأخذوني من منطلق المسؤول أو منطلق الشخص يعني في عجلة أو مطبخ القرارات.
أنا ناصر محب للبحرين في مكاني الرسمي أو في مكاني الخاص آسف، ما يلزمني لباسي الرسمي وإلى آخره. أتبرع أنا شخصيا بمليون دينار حق حملة فينا خير، قليل جدا، قليل، هذه قطرة في ماي باللي تستاهل مملكة البحرين. فهذا اللي أنا أقدر أحطه الآن، وعشان أحط الضغط المباشر على أصحاب الشركات، أصحاب المؤسسات، واللي كل واحد كان موجود في البلد وكلم خير البلد، إنه يعيد حساباته ويقول هالسنين ذي كلها اللي أنا انتفعت من وراء البلد، شن هي خسائر شهر شهرين، شن هي اليوم الإمكانية اللي أنا أقدر أسويها، وشن هو اللي أنا أقدر أقدمه للبلد. جانا اليوم اللي إحنا كنا نتكلم فيه، جانا اليوم اللي إحنا نقول شو أقدر أقدم للبلد. هذا هو اليوم، هذا هو اليوم اللي عقبه يوم الحساب. فأرجو من الجميع أن يعذرني على القليل اللي أنا قدمته لمملكة البحرين، وأتأمل إن شاء الله أتابع هذه الحملة وأشوف الأرقام هذه في ازدياد وأشوف تكاتف. ترى مليون أو دينار كلها واحد، إذا مواطن قدم دينار واحد والله العظيم قسما بالله أن جلالة الملك وكل مسؤول في مملكة البحرين راح يشوفها بقدر 10 مليار. بس أبي أشوف اسمك، أبي أشوف اسمك أن أنت حطيت دينار واحد، عشان بكرة أفتخر وأقول البحرينيين تكاتفوا والبحرينيين وقفوا لبلدهم اللي كلوا من خيره وعاشوا في ذراه. فهذا هو اليوم اللي احنا ننتظره، هذه هي الوقفة اللي احنا نتأملها. واسمحوا لي أني أطولت عليكم، لأن الموضوع أكبر بكثير من كم دقيقة أقدر أشرح لكم إياها، فالعذر والسموحة على التقصير مرة ثانية. لكن في ختام هذا الكلام اللي أقدر أقوله، أن إحنا فعلا فينا خير، والله العظيم فينا خير. هذه المحن اللي إحنا نمر فيها هذه امتحانات، لازم نشوف النهاية ونشوف العبرة بإذن الله بالناس اللي قاموا بواجبهم الوطني. وعشان ما أعيش أنا يوم من الأيام شايل هم أني أنا ما ساهمت، فأنا الحمد لله أبريت ذمتي. أتمنى من الجميع أن يبري ذمته وياي، وقفتكم مطلوبة اليوم، ونبي نروي قيادتنا الرشيدة شن هو مواطنينهم اللي وقفوا وياهم. ولا تنسون هالشي، الملك الله طول عمره باع كل شيء، وتعرفون الشرى، شرى صحتكم وسلامتكم. نقدر نقدم اللي نقدر نقدم اليوم، ما يوفي بهالشيء هذا ولا يوفي بحق الله طول عمره. شكرا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وفعلا يعني يمكن كثير من الناس يتساءلون أنا شلون أقدر أساعد البلد. أعتقد أن هذه هي الفرصة الذهبية لكل بحريني اليوم موجود ويعني تابعنا وعلى علم ودراية بهذه الحملة. احنا فعلا شعب فينا خير، واحنا اصلا اهل الخير. يعني هذه هي فرصة لكل من ممتن لهذا البلد العظيم اللي عطته وربته وكبرته. هذا هو الوقت يمكن اللي فعلا احنا يمكن مرت علينا كثير من الظروف وقفنا، وإن شاء الله حتى في هذا الظرف الاستثنائي بعد بنوقف. يعني مشاهدينا، مثل ما قال سمو الشيخ ناصر، يعني الدولة دعمت الاقتصاد الوطني علشان يبقى ثابت وسليم. اليوم احنا لازم نقول هذه دورنا الحين، ان ما نقصر على بلادنا. حملة فينا خير انطلقت كفرصة للمساهمة في هذا الواجب الوطني من أجل حاضر ومستقبل البحرين. مشاهدينا، بلا شك يعني قطاع الصناعة له أهمية وأثر اقتصادي كبير، قدم يعني هذا القطاع مبادرات عدة لتقليل الخسائر. معايا الحين في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الجواهري، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. مساء الخير دكتور. مساء الخير. أهلا وسهلا جميعا. يعني لو نلاحظ طبعا المشهد بشكل عام، يعني اليوم الكل تكاتف، هناك في شراكة مجتمعية، هناك في شراكة وطنية، هناك أيضا في مسؤولية، الكل تحمل هذه المسؤولية، الكل ساهم، الكل عطى، الكل يعني شارك للمحافظة على صحة البحريني والمقيم، محافظة على الصحة والأمن والبقاء. هذا المشهد كله بشكل عام، يعني أين وضع البحرين على خلينا نقول الخريطة الدولية؟ في البداية أول شيء أضم صوتي إلى صوت زملائي والضيوف من قبلي، نشكر القيادة الرشيدة
على دعمهم وقيادة هذه الظروف الاستثنائية بحكمة وبمنطق جميل جدا. نعم. وعلى رأسهم سيدي جلالة الملك حفظه الله وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وسمو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الأمين حفظه الله، الذي قاد فريق البحرين بتميز. احنا عملنا في قطاع الصناعة عمل على مجال مستوى العالم، وتواصلنا مع زملائنا حول العالم ومع زبائننا حول العالم، يضعنا في مكان نفتخر كشعب البحرين كمملكة. استطعنا بتميز بدون استثناء في جميع المجالات أن نضع اسم البحرين على خارطة العالم في التطرق وحماية مملكة البحرين ومواطنيها ومقيمينها في ظل هذه الأزمة العالمية. الحمد لله في قطاع الصناعة الرافد الأساس لتحرك الاقتصاد الوطني، وبدعم ومباشرة من سيدي ولي العهد، وكذلك بمباشرة وإشراف وزير معالي وزير النفط من أول يوم وقبل ما أن تكون أي حالة في مملكة البحرين، كان هناك خلف الكواليس فريق عمل يعمل على وضع جاهزية قطاع الصناعة في مواجهة هذه الأزمة. بالطبع قطاع الصناعة نتميز أن لنا خطط لمواجهة المخاطر ودراسة المخاطر على كافة الأصعدة، بس بالطبع يعني هذه الظروف استثنائية وما كنا نتوقعها ولا العالم كانت تتوقعها بمثل هذه الظاهرة، ولكن الحمد لله وجود أنظمة لمواجهة هذه المخاطر استطعنا أن نواجه، وبإشراف مباشر وخطوات مدروسة جدا من أول يوم. يعني قطاع الصناعة تماشت مع قرارات الحكومة الموقرة وقرارات سيدي ولي العهد بأخذ الحذر والتماشي، وأن نكون جدا مثل ما نقول conservative في تعاملنا وما نأخذ الأمور بتهاون. فاستطعنا الآن الدولة الوحيدة في العالم تقريبا أن صناعتها كلها شغالة الحمد لله، صادراتنا كلها الحمد لله نصدر بدون توقف. فلولا جهود الطاقم الطبي والصحي والطاقم المساند من أول يوم ما ظهر أول حالة في مملكة البحرين وإعلان إغلاق المدارس تاريخ 26 فبراير، في نفس اللحظة إحنا في قطاع الصناعة وبالأخص في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات أخذنا إجراءات صارمة لمواكبة ومواجهة هذا الخطر اللي كان أمامنا. نعم دكتور، يعني هو فعلا يعني يمكن كل البحرينيين وضعوا مصلحة الوطن يعني فوق كل اعتبار، الكل خذ موقعه اللي يعني مواجهة هذا الظرف الاستثنائي. بس إذا تسمح لي معنا اتصال، يعني بس ناخذ الاتصال ونرجع نواصل معاك بقية المحاور. مشاهدينا معاي رجل الأعمال إسحاق إبراهيم. إسحاق أهلا وسهلا فيك أستاذ، شنو حاب تقول عن هذه الحملة؟ أهلا وسهلا فيك. أولا بغينا نشكر الحكومة الرشيدة على رأسهم جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين على جهودهم حقيقة جبارة في ظل هذه الوباء، وهذه يعني ما هي بغريبة على حكومتنا الرشيدة. وأيضا الشكر موصول إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على إطلاق هذه المبادرة الطيبة، مبادرة فينا خير، وإحنا حبينا نساهم باسم والدنا إبراهيم إسحاق بمبلغ 50,000 دينار من أجل التكاتف في ظل هذه الوباء فيروس الكورونا. وهذه أقل شيء ممكن نقدمه لوطننا الحبيب البحرين. نعم.
والحمد لله يعني الحمد لله اليوم نرى مبلغ يعني 10 مليون دينار، اكثر من 10 مليون دينار، وهذا الشيء يعني يدل على تكاتف كل المواطنين البحرينيين من الشركات، مواطنين المؤسسات، والحمد لله يعني هذا الشيء طيب، والحمد لله يدل نفس ما قلت سمو الشيخ ناصر ان البحرين فيها خير. نعم. والحمد لله البحرين تستاهل. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر يعني أستاذ إسحاق، فعلا يعني البحرين فيها خير وأنتوا أهل الخير، والبحرين تستاهل يعني في هذه الظرف، يعني في كل الظروف دائما البحريني والمواطن كان يعني متواجد وكان حاضر. يعني أنا أشكرك جزيل الشكر. طبعا نعلن لكم مشاهدينا الكرام بمساهمة يعني المواطنين بمبلغ 64 ألف دينار ليصل إجمالي المساهمات حتى الآن 500 ألف دينار من المواطنين، وإحنا بدورنا نشكر جميع المساهمين على روحهم الوطنية وتفانيهم في خدمة هذا البلد، وأيضا تلبية نداء الوطن لا أراكم الله أي مكروه إن شاء الله، والله إن شاء الله ينقلنا إلى بر الأمان. أرجع لك دكتور عبد الرحمن طبعا للحديث. أنت ذكرت طبعا أن فعلا يعني يمكن وضعنا الكل وضع يعني مصلحة مملكة البحرين فوق كل اعتبار. لو نتكلم عن الحملة فينا خير، يعني أنتوا كقطاع طبعا قطاع الصناعة، يعني كيف ترون أثر هذه الحملة على القطاع الاقتصادي وعلى يعني أيضا مملكة البحرين بمستوى عام؟ طب جميع القطاعات حول العالم تأثرت بهذا الوباء وهذه الظاهرة، وإحنا غير يعني مختلفين عن كل دول العالم، ولكن صحيح. وجميع القطاعات وخصوصا قطاع الصناعة يعني مبنية على أكثرها على الصادرات وكذلك، ولكن في نفس الوقت إذا تسمحين لي أن أحيي عمال البحرين. نعم. الذين يثابرون خلف الكواليس ليل ونهار لضمان استمرارية توافر اللقيم مثلا لتوليد الكهرباء الغاز، زملائنا في شركة تطوير، في شركة نفط البحرين، في شركة ألمنيوم غاز البحرين، وأكد لك أن العمال أول الناس اللي يخلون يدهم في يد القيادة لهذه الحملة، الحملة اللي بالطبع قيادة صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو أول من أول المتبرعين لهذه الحملة، ويعني من أول ما أعلنت عن الحملة والعمال يتصلون فيني موظفين الشركة نبي نتبرع، نبي نثبت للعالم برمته أن نعم البحرين فينا الخير، وأنا أكد لك أن القطاع الصناعي في مملكة البحرين بيكونون أكبر الداعمين لهذه الحملة، والعاملين نفس الشيء بيكونون أول الداعمين لهذه الحملة، وهم من أبناء البحرين. كل اللي ما نملك وهذه العشان فيهم عيال البلد. كل اللي ما نملك، كل اللي ما كل إنسان يعيش صحيح. في البحرين اللي عنده هو من خير هالبلد صحيح. من خير هالأرض الطيبة صحيح. اللي عشنا فيها وتربينا تحت ظل قيادتنا الرشيدة. نعم. واليوم أنا متأكد أن التاريخ بيسجل للمواطن البحريني، للمقيم البحريني. نعم. حتى المقيمين، حتى الأجانب صحيح. اليوم يحسون بأمان ويحسون بولاء للبحرين أكثر من أوطانهم. نعم. كثير من زملائنا اللي بلد الخير، بلد الخير بكل معنى الكلمة. نعم. وشفنا كثير من الفيديوهات وفي اليوتيوب وفي التواصل الاجتماعي. نعم. يشكرون ويمدحون البحرين. نعم. وكذلك قطاع العمال، فنشكرهم، وأنا أكد أن هذه الحملة بتكون حملة تاريخية. نعم. بقيادة سمو الشيخ ناصر، والقطاع الصناعي بيستمرون في النهج في الدعم هذه الموقف، موقف القيادة، موقف الحكومة الرشيدة. نعم. في ضمان استمرارية الاقتصاد. نعم. لأن في وقت الأزمات هناك جنود على صحيح. الخط الأمامي. نعم. وفي هذه الحالة جنودنا الطاقم الصحي والطاقم والأطباء وجميع القطاعات المساندة. نعم. وكذلك فريق البحرين، فريق نعم. البحرين مكونين اللي يدعمون نعم. سمو ولي العهد الشباب نعم. يعملون
24 ساعة. صحيح. والله أنا أعرف شباب عندي اتصال معاهم. نعم. يمكن يحصل ساعة أو ساعتين نوم في اليوم إذا يحصل هالشيء. نعم. كله لخدمة البحرين ولضمان سلامة المواطن البحريني والمقيم. نعم. في البحرين. هذه معدن أهلنا، هذه معدن عيالنا، وهذه أيضا يعني يمكن دكتور اللي نعرفه عن يعني طبيعة عيال البحرين ومعدن أهل البحرين. بس إذا تسمح لي في أيضا مساهمة يعني وصلت لنا، إذا ممكن نعلن عنها مشاهدينا. هناك مساهمة أيضا من شركة صالح الصالح بمبلغ 10,000 دينار دعما لهذه الحملة. في أعتقد في أيضا اتصال، أيضا عندنا اتصال مع السيدة نجلاء الشراوي الرئيس التنفيذي لبنك سيكو. مساء الخير أستاذة. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك، حياك الله. مشكورة حبيبتي. في البداية أحب أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد وفريق البحرين على جهودهم لاحتواء انتشار فيروس كورونا. نعم. والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. وطبعا أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية لمبادرته الطيبة بإطلاق حملة فينا خير. وأتشرف كرئيس تنفيذي لبنك سيكو بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي البنك نساهم في حملة فينا خير بمبلغ 300,000 دينار. والله يحفظ البحرين، وشاكرين لكم جهودكم في تلفزيون البحرين ويعطيكم ألف عافية. أنا يعني أنا كذلك أشكرك يعني أستاذة، وبيض الله ويحكم يعني ما قصرت. يعني مثل هذه المساهمات أكيد يعني تدل على تكاتف يعني المجتمع. أنتوا يعني جهة، كيف لمستوا أثر هذه الحملة؟ طبعا إحنا لمسنا الوعي في المجتمع والجهود المبذولة اللي إحنا نتشرف بها، اللي رسخت مكانة البحرين كدولة متقدمة في الرعاية الصحية. نعم. وطبعا جميع المواطنين والمقيمين حاسين بهذه الرعاية وحاسين بالتكافل الاجتماعي، وكل المؤسسات في القطاع المالي بادرت من أول يوم. نعم. مع ظهور أول حالة في البحرين بالعمل عن بعد. نعم. وترسيخ هذه الفكرة الجديدة. نعم. من التباعد الاجتماعي. فطبعاً إحنا مرتاحين جداً من جميع المبادرات وجميع القرارات اللي صدرت. نعم. من الحكومة. صحيح. والحمد لله يعني طبعاً البحرين في موقف جداً متقدم. نعم. وإن شاء الله يدوم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة. اللهم آمين. الله يرحم والديكم أستاذة نجلاء الشراوي، شكرا جزيلا على يعني هذه المساهمة اللي تصب في مصلحة البلد ويعني أبناء البلد. شكرا جزيلا لك على المساهمة. أرجع لك دكتور، طبعا يعني هذه الحملة لو يعني انتبهنا طبعا للفيديو اللي عرض يعني لسمو الشيخ ناصر، طبعا هو أكد أن يعني هذه الحملة لها أبعاد طبعا اقتصادية. إلى أي مدى يمكن هذه الحملة لها أثر، خلينا نقول للتقليل من الخسائر اللي قد يعني تحدث نتيجة طبعا انتشار فيروس كورونا؟ طب الحكومة الموقرة وقرارات سليمة لدعم جميع قطاع القطاع الخاص، الصناعة والتجارة والبنوك، سهلت الحكومة سهلت لنا المضي خلال هالأشهر الصعبة أمامنا بدعم حكومي مطلق وبرنامج معلن عنه. فبالتالي هذه كل هالدعم يصب في إعطائنا الفرصة لرد الجميل. صحيح. وكذلك أنا متأكد أن كل مواطن. نعم. كل مواطن، كل مقيم، حتى المقيمين بعد يحبون أن يدعمون، لأن عايشين من خير البحرين. نعم. عايشين من دعم القيادة، البنية التحتية الموجودة. نعم. القطاع الصحي الموجود، التعليم اللي موجود، كلها مجانا. نعم. الكل يستفيد منها. صحيح. فهذه وقت مثل ما ذكر سمو الشيخ ناصر، مو مسألة كم تدفع، مسألة المشاركة. صحيح. وأنا متأكد أن كل شعب البحرين صغيرة وكبيرة سوف يشاركون في هذه الحملة. نعم. ومثل أكرر مرة ثانية، هذه الحملة بتكون حملة تاريخية لوقفة الشعب مع. صحيح. قيادتها مع الوطن لضمان. الحمد لله احنا بخير، ترى الكنترول على هذا الوباء في البحرين يتميز بمهنية عالية جدا. نعم. إلى درجة أن يمكن كثير من زملائنا ما يدرون،
بس الاتحاد العالمي للأسمدة طلبوا منا أن نعطيهم الخطوات اللي اتبعناه في قطاع الصناعة في مملكة البحرين ليخلونا على محطتهم على الويب سايت للاتحاد العالمي ليخلون الشركات الثانية في العالم يستفيدون من الخطوات اللي احنا استفدناها في البحرين. وكذلك الآن نرى أن الدول العالم تتبع البحرين ومملكة البحرين في إعطاء الفرصة وشرف المشاركة. اليوم احنا نتكلم عن واجب وطني عن إعطائنا الشرف، ونشكر القيادة الرشيدة أن عطوا المواطن البحريني وكذلك القطاع الخاص شرف المشاركة في صحيح. دعم هذه الحملة. وكذلك سمو الشيخ ناصر ذكر أن الحكومة الرشيدة ما تحتاج الدينار أو المليون أو 10 مليون، ولكن هو في محنة والكل لازم يحس أنه شارك في التغلب على هذه المحنة. وهذا الشيء أكيد، وهذا الجميل في هذه الحملة. صحيح، راح يذكر يعني يذكر لنا التاريخ يمكن هذه الحملة. إحنا يمكن مرت علينا كثير من الأمور يعني دكتور، تكاتفنا كثير وصبرنا وصابرنا ووقفنا وبنوقف. وإذا تطلع بالأمر إن إحنا ندفع الغالي والنفيس، أكيد إن ما حد يعني ما حد بيعارض، الكل بيعطي. أنا أشكر لك جزيل الشكر على وجودك معنا، كفيت ووفيت، وشكرا لك على يعني هذه المشاركة. شكرا لكم. مشاهدينا، يعني هذه معدن أهل البحرين الطيبين في وقت الأزمات والظروف، يعني يظهر معدن الإنسان بالرغم يعني كل التحديات اللي واجهها العالم. احنا نشوف مملكة البحرين صامدة وثابتة بثباتها لها على حبها والتضحية من أجلها بالغالي والنفيس. فاصل وبنرجع نكمل معكم. أرحب فيكم من جديد مشاهدينا، ومعاي اتصال هاتفي من أستاذ نبيل كانو، عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو. أهلا وسهلا فيك أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا فيك. في البداية أستاذ، يعني كيف وجدت وكيف لمست أثر حملة فينا خير؟ والله يعني ما قاموا به يعني شيء جبار وكبير، وهلا شفنا ان كل البحرين تكاتفت
لهذا المشروع المهم يعني. يعني الحمد لله على كل حال، وهذه إن دل على طيبة أهل البحرين. نعم. في البداية لو سمحتوا لي يجب أن نشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على ما قاموا به من جهود جبارة لخدمة الوطن والمواطن، وأيضا الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد على هذه المبادرة الممتازة، وأيضا كل الشكر والتقدير للعاملين والقائمين على فريق البحرين، الله يحفظهم إن شاء الله. اللهم آمين. نيابة عن عائلة يوسف بن أحمد كانو، تأسرنا أن نساهم في هذه الحملة المباركة بمبلغ 100,000 دينار. والله يحفظ الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. أنا أشكرك جزيل الشكر، بيض الله وجهكم، وشكرا لك على هذه المساهمة الوطنية. شكرا لك أستاذ. أول عمركم. شكرا. شكرا. يسلمك. في أيضا اتصال معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. أولا أشكر تلفزيون البحرين، أحب أعرف نفسي، أنا فريد حسن محمود، رئيس التنفيذي لشركة حسن وحبيب أبناء محمود. نعم. أود أشكر القيادة الرشيدة بقيادة جلالة الملك صاحب السمو رئيس الوزراء، طبعا شكر الجزيل صاحب السمو ولي العهد لقيادته الجبارة لهذه الأزمة، بكل احتراف وصلنا له من السيطرة على هذا الوباء بإشادة المجتمع الدولي أجمعا. لما توصلنا له من نجاحات تنافس الدول المتقدمة جدا علينا، بل يمكن أفضل. الحمد لله رب العالمين. تقديرا خاصا لسمو الشيخ ناصر بن حمد على إطلاق المبادرة حملة فينا خير، والتي رأينا شلون تهتفوا المواطنين والشركات بالتبرعين، المواطنين والمقيمين والشركات بالتبرعات المتواصلة المشرفة. وإحنا من صوبنا نود نساهم مبلغ 25,000 دينار فقدا، بالإضافة إلى المساعدات العينية عن طريق المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على شكل صناديق مواد غذائية تقريبا 2,000 كرتون في الوقت الحاضر، وإن شاء الله تستمر إذا استمرت الأزمة، ولا الحمد لله يعني إن شاء الله نقضي عليها بأسرع وقت ممكن. وطبعا شكري إلى جميع الطاقم الطبي اللي في الواجهة على جهودهم الجبارة وتضحياتهم، وتحية كبيرة لهم. أشكركم على هذه الفرصة. شكرا لك، الله يجزيك خير أستاذ فريد، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة الوطنية. مشاهدينا الحين ننتقل إلى الفقرة الثانية. تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرئيسي للقطاع الخاص البحريني، وهي أيضا يعني الصوت المعبر عن مجتمع المال والأعمال بقطاعاته المختلفة في وقت الأزمات. يبرز دور غرفة تجارة وصناعة البحرين اللي ساهمت أيضا في هذه الحملة بمبلغ 300,000 دينار. معي اليوم في الاستوديو السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. مسيك بالخير والنور، شلونكم؟ طيبين؟ احنا بخير، دامك بخير واحنا اهل الخير وفينا خير ان شاء الله. الله يحفظك ويسلمك. وهالازمه بينت معدن شعب البحريني بكل فئاته وطبقاته، وسواء المؤسسات التجاريه او الاجتماعيه او الحكومه، يعني الكل على قلب واحد. الحمد لله رب العالمين. يعني استاذ دوركم كان واضح يعني في هذه الظروف الاستثنائيه. غرفه تجاره وصناعه البحرين ساهمت بالكثير من الامور خلال هذه الفتره، لو يعني سلط الضوء بشكل يعني تفصيلي عن دوركم في هذه الفتره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من قبل ومن بعد. اول شيء يعني ودي اشكر البحرين، حباها الله بالقيادة، هذه أكبر مكسب حق البحرين بلاش. على رأسهم جلالة الملك الله يحفظه وتوجيهاته، ومتابعة وحرص سمو رئيس الوزراء. والدور الاستثنائي اللي يعني شفناه ولمسناه من يعني الدور الاستثنائي والاستباقي من بدايات شهر يناير سمو ولي العهد، أمانة يعني أنا أقولها، كان يجتمع مع
مع الوزراء أو أعضاء الشورى أو التجار في مجلس الأسبوعي، وكان يتكلم عن هذه، والحضور كلهم مو مستوعبين حجم هذه الجائحة اللي في الطريق. نعم. لكن نظرته الثاقبة و يعني إصراره، نعم، يعني كان يعني قدوة حق الكل، سواء من الوزراء والنواب والشوريين والتجار، يعني التزامه وحرصه، نعم، وتشكيله في الفريق المبكر، نعم، يعني هذه كان أتذكر نهايات شهر يناير، نعم، يعني وتشكيل الفريق يعني اللي أمانة نعجز شلون نشكرهم، فريق الكادر الطبي والفريق الإشرافي اللي هم من الداخلية ومن الدفاع. صحيح. يعني وإحنا شفنا أمانة يعني الكل يعني اليوم يفتخر إنه يكون بحريني. صحيح. يعني شهادة الجميع القاصي والداني، مؤسسات، نعم، المجتمع المدني المحلية والعالمية. نعم. والحمد لله إحنا اليوم نسبة التعافي ثاني دولة. الحمد لله. يعني بصغر حجمنا لكن يعني سباقين. الحمد لله يعني رب العالمين. والله يعني من كذا أقول لك إن شاء الله حبانا بهالقيادة. الحمد لله بركات الله سبحانه وتعالى. أستاذ خالد، يعني فعلا كانت هناك في وقفة يعني مبكرة، وكان في هناك جهود يعني واضحة ومبذولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. بالنسبة طبعا للشركات، خلينا نقول الصغيرة والمتوسطة، دوركم أنتم اليوم في دعمهم، يعني كيف تم تقديم الدعم والعون لهم لتقليل طبعا خسائرهم؟ أنا الله طول في عمرك، احنا يمكن نشتغل بهدوء لكن نشتغل مع القيادة. الأولوية كانت الصحة العامة، نعم، ما كنا نبي نشغلهم، لكن في نفس الوقت في هموم الشارع التجاري، نعم، اللي هو متضررين. يعني اشتغلنا بالتنسيق، والقيادة كانت حريصة يعني سمو ولي العهد انه يلمس وين المشاكل والقطاعات اللي متأثرة. يعني نعم، تفضلتي وقلتي القطاعات صغيرة ومتوسطة، وبالفعل هاي القطاعات يعني تأثرت، ترى كلها نسبة وتناسب، كل القطاعات تأثرت، نعم، لكن في قطاعات تأثرت أكثر من القطاعات الثانية، يعني نعم، الفنادق، المطاعم، الصالات الرياضية، الصالونات النسائية والرجالية، يعني هاي القطاعات صارت، نعم، عندها زيرو إنكم، نعم. فيعني جلالة الملك وجه الحزمة الاقتصادية، واللي هي كانت يعني أمانة يعني حزمة يعني ما توقعناها بحجمها، ولكن في نفس الوقت هم لا زالوا قريبين للغرفة يستمعون على أساس إنه ما ندري الأزمة إيش كثر الطول. نعم. فإحنا يمكن في الغرفة يمكن في بدايات شهر فبراير كنا نفكر إن نسوي صندوق. نعم. بعدين شفنا التواصل مع الحكومة إن إذا الجهود كلها تكون موحدة تكون صداها صحيح وتأثيرها أكبر وأقوى. إيه أقوى. وهي طبعا يمكن الحكومة ما بحاجة للصندوق، لكن نعم، هي يعني شيء رمزي ودلالة إن الشعب واقف ويا القيادة بكل فئاته ومكوناته وبكل ما يملك. نعم، نعم، بكل ما يملك. فما ما حد يحتقر بالعمل الخيري صغير أو صحيح كبير، يعني هذا كله مقدر. صحيح أستاذ، وإحنا شفنا حتى يعني البحرينيين يعني من بداية هذه الجائحة شفنا يعني الكل لب النداء، الكل تطوع. صحيح. والكل يعني حتى يمكن ما سأل وين بكون وشنو بسأل، بس المهم أنه هو يقدم عمل، المهم أنه هو يدافع، المهم أنه هو يساهم. يعني لو ننتقل بالحديث عن الأجور، طبعا اليوم الحكومة تكفلت مشكورة بدفع طبعا أجور العاملين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة 3 شهور، وهذا طبعا دعم حكومي يمكن الأول من نوعه في المنطقة. صحيح. لو نتكلم يعني هذا الشأن ونشوف يعني مدى التعاون القطاع الحكومي والقطاع الخاص. مثل ما قلت يعني الحزمة الاقتصادية سواء دعم الأجور
إحفاء الإيجارات من المناطق الصناعية، تحمل الدولة رسوم البلدية والكهرباء. صحيح، نعم. وبعدين المصرف المركزي، يعني توجيهات المحافظ ووزير المالية ما قصروا أن يعني وجهوا البنوك المركزية، أن يمكن البحرين ترى الدولة الوحيدة اللي وقفوا مو بس الأقساط، وقفت الأقساط والفوائد. نعم. وهذه يعني كانت دفعة كبيرة يعني. صحيح. وأمانة حتى التجار يعني في المقدمة قلت لك أنا في فبراير كانوا يبون مقدمين إن يبون يساهمون، فهيدناهم قلنا لهم نبي ننظم العملية، واليوم أنتم تشوفون الحمد لله يعني سمو الشيخ ناصر يعني حملت فينا خير، يعني تحية يعني وكل تحية وتقدير حق إطلاق هالحملة. نعم. واليوم نشوف يعني صداها ومساهمة هذه. نعم. وإحنا في يعني نفس الوقت الله يطول عمرك. نعم. خاطبنا أصحاب المجمعات. نعم. إن يتسهلون من في الإيجارات. نعم. يمكن يعني مجمع اليتيم أعلنوا 3 أشهر، السيف أعلنت محفظة 1,000,000 دينار. ممتاز. أنا أرأس شركة أصول، أمس أعلن 500,000 دينار محفظة حق شركات التابعة لأملاك اللي هي الذراع الاستثماري حق تأمينات الاجتماعية. فالحمد لله يعني الكل متعاون، وإن شاء الله أن الأزمة ما تطول، ولكن يعني يعني الكل يعني مقتبل ومتعاون، وإن شاء الله يكون يعني جاهز. نعم. لي أيضاً. نعم. بلا شك. يعني أنا يمكن كلامك يدفعني أن أنا أسأل، أنتوا اليوم يعني غرفة تجارة صناعة البحرين كيف لمستوا أثر هذه الحملة؟ يعني شفنا اليوم ما حد تأخر من بعد ما يعني نزل الفيديو أو أعلن عن الحملة سمو الشيخ ناصر، بسرعة الكل بننا، ما حد فكر، ما حد تريث. هو كان القدوة الله يسلمك. نعم. لأنه هو المسج اللي نزل مسج بسيط، ويعني رفع القبعة الرسمية. صحيح. بس وصل الرسالة للقلوب. نعم. يعني كان وهو كان قدوة وبادر بالمليون دينار. صحيح. والناس ما شاء الله يعني هذه يعني شيء متهل البحرين يعني. صحيح. صح. أنا استأذنك أستاذ، عندي اتصال هاتفي. مشاهدينا بنواصل طبعا الحوار، ولكن بعد ما ناخذ هذا الاتصال من السيدة فريال ناس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال. مساء الخير أستاذة. الله يمسيكم بالخير أختي هيا. مشكورين تلفزيون البحرين على الاستضافة وعلى هذا البرنامج والجهد الجبار الذي تبذلونه من بداية الأزمة صراحة، وجميع الطاقم الإعلامي لتلفزيون البحرين. شكرا لك. بداية أختي أود أن أشيد بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منذ بداية الأزمة بالتصدي لها بكافة الإمكانات الممكنة، وما قامت به الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله في هذا الصدد، والعمل بكل جدية على تنفيذ هذه التوجيهات. أما من يستحق شكرا خاصا فهو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه فريق البحرين الذي لم يألو جهدا في هذا الصدد، وشكر كبير جدا لجميع أفراد الفريق الطبي البحريني خط دفاعنا الأول في مواجهة هذا الفيروس اللي إن شاء الله بننتصر عليه وبتمر هذه الأزمة أفضل من قبل إن شاء الله يا رب. طبعا حملة فينا خير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد لا تصدر إلا من شخص فيه الخير متأصل ومتجذر وموروث في طباعه. نعم. وهذا ليس غريبا عليه، فهذا شيم أهل البحرين الكرام وشعب البحرين الوفي، ونحن إن شاء الله معه ونسانده، وكل أهل البحرين سيقفون في ظهر وطنهم في هذا الوقت العصيب كعادتهم دائما حتى تمر الأزمة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله أستاذة، يعني اليوم الجميع يعمل في يعني تخصيص كافة الإمكانيات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، حملة فينا خير باعتقادك إلى أي مدى يعني راح تعزز الشراكة المجتمعية والتكاتف المجتمعي في مملكة البحرين؟ طبعا الشعب البحريني شعب أصيل، ويعني
يعني هاي هذه وقفة وطن اليوم، والبحرين تستاهل، وهذا أقل شيء نقدمه لبلدنا الحبيب اللي عطتنا الكثير. صحيح. لأن البحريني فعلا فيه خير، ويعني وقت الشدة إن شاء الله راح يوقف مع بلده بإذن الله. بإذن الله. السيدة فريال ناس، مؤسس رئيس مجلس الإدارة المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. مشاهدينا، بس يعني خلنا ننتقل إلى المساهمات يعني من قبل المواطنين. بلغت المساهمات 23,200 دينار بحريني. مشاهدينا، يمكن الأرقام تتحدث يعني عن عطاء أهل البحرين وحبهم لهذه الأرض. الله يجزيكم خير، والله يبارك لكم إن شاء الله كل هذه المساهمات اللي تقدمونها لصالح هذا البلد. أرجع لك أستاذ خالد، يعني في يمكن مقولة اللي استوقفتنا لسمو الشيخ ناصر، إن هذه الحملة طبعا لها أبعاد اقتصادية. لو نتكلم عن الأبعاد الاقتصادية لحملة فينا خير. هي يعني الحملة شفناها فيها جزء مالي وفيها تبرعات عينية. نعم. يعني شفنا أمس كثيرين من التجار والجمعيات ساهمت بال، يعني عندنا أزمة عمال في إيجاد لهم مسكن مناسب. نعم. لأن الله لا يقول يعني الفيروس لا ينتشر عندهم، لأن يمكن تأثيره يكون سلبي. صحيح. وإحنا الآن أرقامنا كلها إيجابية. نعم. الحمد لله. فيعني بلا شك هي هم يقولون عن تباعد اجتماعي، أنا أقول تقارب مجتمعي. نعم. وتقارب أسري يعني. صحيح. هذه كلها من يعني وطني بعد. اي نعم نعم نعم، بلا شك يعني هذه من كل أزمة ناس تطلع أقوى، وإحنا إن شاء الله. صحيح. نطلع أقوى يعني، وحملة فينا خير 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 دليل يعني الحمد. نعم. لله. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد محمد نجيبي النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك على حضورك. شكرا لكم لاستضافتي، والله يعطيكم العافية على هذه وقفتكم إن شاء الله. بالعكس، هذه أقل واجب، وكل حسب موقعه. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا، راح نطلع فاصل وبنرجع نكمل معكم. تباعدنا قليلاً اليوم يحمي أحباءنا، أطفالنا، كبارنا والأضعف فينا. تباعدنا هو تكاتفنا معاً كفريق واحد في وجه كوفيد-19. حبيت كل الناس، ربيتي فيني الخير.
حتى النخل لي صار فوق العذق بسرع وده يشق الأرض ويعطي الوطن بشرى حتى النخل لي صار فوق العذق بسرع وده يشق الأرض ويعطي الوطن بشرى عودة لكم من جديد مشاهدينا. أيضا عندنا اتصال من السيد عبد الغفار الكوهجي رئيس مجلس إدارة شركة الكوهجي للمقاولات والتطوير العقاري. أهلا وسهلا فيك أستاذ. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. تفضل. في البداية أسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين. اللهم. قيادة وشعبا وأن تظل كما كانت دوما. دوم واحد الخير والتكافل والتراحم. نعم. في هذا الصدد أحب أن أشيد بالدعم السخي واللامحدود من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي كان له طالق الأثر في إطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وذلك للتعامل مع أثار الأوضاع الراهنة للتصدي الفيروس حفاظا على النمو المستدام للبحرين. فما أحب أن أشيد بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وإدارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي أدار الأزمة بحكمة واقتدار مع فريق عمله فريق البحرين والذي جعل منظمة الصحة العالمية والعالم أجمع يشيد بإجراءات مملكة البحرين وجعلها مثالا يحتذى به في العالم كما أشيد بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد في إطلاق هذه الحملة حملة فينا خير وتاحت الفرصة للتجار والمواطنين للمشاركة في هذه الحملة المباركة دعم الوطن في دعم الوطن في هذه المرحلة واجب وطني على الجميع صحيح والبحرين تستاهل أكثر البحرين تستاهل نعم وأننا في شركة الكوهجي المقاولات والتطوير العقاري يسرنا أن نساهم بمبلغ وقدره 150 ألف دينار وهذا مبلغ قليل والبحرين تستاهل أكثر نعم كما أود أن نسخر جميع إمكانيات الشركة في هذا الصدد ونسأل الله تعالى أن يحفظ البحرين حكومة وشعبا. اللهم أمين. الله يحفظكم والله يجزيك خير أستاذ. شكرا جزيلا لك على المساهمة الوطنية. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا أيضا عندنا اتصال هاتفي آخر من الدكتور ضياء التوفيقي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية. مساء الخير دكتور. الله يمسيك بالخير والله يعطيكم العافية. الله يخليك يسلمك. تفضل. تحياتنا من جمعية المهندسين البحرينية. إذا الجمعية استطاعت أن تحقق نجاحات في السنوات الماضية وازدهرت يجب أن لنا لا ننسى أبدا دور القيادة الرشيدة في دعم الجمعية منذ تأسيسها في عام 1972 وجاء الآن دور الجمعية لتقديم ما تستطيع ورد الجميع للقيادة وشعب البحرين والتأكيد على دورها في المجتمع المدني فكل الشكر إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه وسمو الأمير الملكي رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله للدعم وكل هذه المبادرات والجهود هذه الأيام وكل الشكر إلى سمو الشيخ ناصر على مبادرته المميزة في النخير والشكر موصول كذلك إلى فريق البحرين ومن هم في الخطوط الأمامية يسرنا في جمعية المهندسين البحرينية التبرع بمبلغ 20,000 دينار عبارة عن 10,000 مبلغ مالي و10,000 دينار لأجهزة طبية والجمعية على استعداد تام لوضع كافة إمكانياتها
في خدمة القيادة الرشيدة. بارك الله فيكم والله يحفظ البحرين. الله يحفظك دكتور، شكرا جزيلا لك والله يجزيكم كل خير يا رب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مواصلين الحديث طبعا معاكم، وراح نتكلم أيضا عن دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذه الأزمة والأثار الوطنية اللي حملت فينا خير اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر. للحديث حول هذه الجهود معاي في الاستوديو الأستاذة سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. راح فيك أستاذة، أهلا وسهلا فيك. مرحبا، أهلا دوركم طبعا قوي ومؤثر يعني كل ما يخص طبعا في الجانب الاقتصادي، لا سيما ايضا في هذه الفتره في هذا الظرف الاستثنائي اللي يعني مر في العالم بشكل يعني كبير. اليوم يمكن حمله فينا خير يعني جاءت يعني بشكل مبشر ويعني يبرز معدن اهل البحرين، يعني كيف كانت كيف كان دوركم في هذه الحمله؟ اول شيء طبعا ودي انتهز هالفرصه اشكر جلاله الملك حفظه الله ورعاه ورئيس الوزراء وسمو ولي العهد على تركيزهم على المواطنين وعلى المقيمين في البحرين وعلى كل الإجراءات اللي قاعدين يأخذونها في مصلحة الجميع. طبعا الغرفة غرفة لها دور عريق يعني تاريخ عريق مع الحكومة، صار لها أكثر من 80 سنة، ودائما تركيزنا إن إحنا نساهم ونساعد الحكومة في نمو الاقتصاد. اليوم طبعا الغرفة من أول مساهمين بمبلغ 300,000 دينار في الحملة اللي طبعا مشكور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة طرحها إلا فينا خير، وهذه الحملة جدا مهمة في هالوقت الصعب. صحيح. البحرين الحمد لله احنا اليوم ترى مقارنة بالدول العالم احسن دولة طالعة في طريقة التعامل مع الفيروس، والحمد لله احنا اليوم بخير وما دام عايشين في البحرين. بس بعد هالحملة جدا مهمة لأنها بتساعد الكثير وبتساهم في تنمية الاقتصاد ومساعدة المواطنين. الغرفة طبعا غير عن مساهمتها بالمبلغ، اليوم عفين الأعضاء عن رسوم العضوية لمدة سنة وما يعادل تقريبا 1.2 مليون دينار. غير عن كذي احنا طبعا عندنا 10 لجان مختلفة مركزين على 10 قطاعات. كل اللجان اليوم رؤساء وأعضاء قاعدين يشتغلون وبشكل يومي يواجهون ويساعدون ويساهمون، وكل القطاعات في مشاكلهم في همومهم في الأفكار اللي تقدر تنطرح على أساس أنه مو بس نركز على المشاكل الحين. بس بعد شنو بعد الكورونا؟ صحيح. شلون نقدر نساعد في النمو والاقتصاد وكل القطاعات بعد الكورونا؟ فلازم الشغل يبتدي من اليوم، وهذا اللي قاعدين فعلا احنا كغرفة مع اللجان اللي عندنا مركزين عليه. نعم، يمكن يعني استاذة سونيا يعني التجار والمستثمرين لهم دور اكيد يعني خصوصا في الاوضاع وفي الظروف يعني اللي قد تحدث يعني في اي وقت. لو نتكلم عن جهودكم انتم اليوم في يعني خلينا نقول مساعده ودعم يعني التجار اللي اصحاب المشاريع يمكن الصغيره، وكيف ان انتم دعمتوهم وساندتوهم في ظل هذه الاوضاع؟ طبعا مثل ما قلت قبل العشر لجان تركيزهم اساسيا على الشركات الصغيره والمتوسطه. اليوم كثير من القطاعات طبعا متضررين وبسبب وقف عملهم او ركود في عملهم وخدماتهم. وطبعا هذه مو على مستوى البحرين، على مستوى العالم كله. فاليوم احنا قاعدين نشتغل ان شلون نقدر نساعد هالقطاعات على اساس انه مو بس يتخطون المشاكل، بس حتى بعد انه مو يعني مو بالتركيز بس على الاستدامه، على شنو بعد الاستدامه، بس بعد مهم جدا اليوم كل القطاعات لازم يركزون ويتهزون هالفرصه ان يركزون على استدامه مشاريعهم، والاستدامه تكون عن طريق التطوير يا بالتكنولوجيا يا بالتطوير عن طريق مثلا يسوون خدمات ثانيه ان يساهمون في تفعيل مشاريعهم. نعم. كثير من الشركات في العالم كله راحت حق الاي كوميرس، واليوم فرصه ان احنا نطور كل مشروع بحريني عن طريق الانترنت والاي كوميرس على اساس انه ما توقف شغلهم. حتى اللي عنده خدمات يقدر يعطي خدماته بالكورسات بالويبنر بالنصايح أونلاين، وقاعدين نشوف بشكل يومي درس رياضة، درس تعليمي، درس في الحسابات، في كل الأمور. ففرصة أن كل شخص، كل تاجر، كل صاحب عمل شوي ياخذ باك ستيب
يشوف شنو عنده ويركز شلون يطور من إنتاجية اللي عنده بعد ما إن شاء الله نتحدى هالمشاكل وهالظروف الصعبة. أستاذة أنتم طبعا من الجهات اللي يعني ساهمتوا مشكورين يعني مساهمة يعني وطنية محل تقدير أكيد خدمة لهذا الوطن العظيم. اليوم يعني من موقعكم أنتم شنو الرسالة اللي توجهونها طبعا لمختلف الجهات لكل الأفراد اليوم فيما يخص الحملة الوطنية اللي جاءت في وقت جدا مهم؟ طبعا البحرين تستاهل وشعب البحرين يستاهلون والحكومة مو مقصرة على رأسهم طبعا سمو ولي العهد واستراتيجية اللي عنده وشيخ ناصر بتفعيل هالحملة الوطنية. أشجع كل شخص كل مواطن يحب ديرته ويحب البحرين أنه يساهم في هالحملة لأن فعلا هالحملة بتساعد الكثير بتساعد إن الكثير يقفون على ريلهم بتساعد الكثير إن يغطون المشاكل والأزمات اللي عندهم فمساهمتهم جدا مهمة. إحنا دائما بحرينيين معروف عنا إن يد واحدة وشعب متكاتف وواقفين مع بعض وفعلا اليوم بهالحملة بتتضح صورة واضحة إن فعلا البحرينيين كلهم يد واحدة إن شاء الله وبنتحدى هالمشاكل وبعدين بنشوف بعد الأزمة شلون البحرين طلعت قوية ووقفوا مع بعض على أساس أن يتحاشون كل مشكلة إن شاء الله. نعم. أنا بس أستأذنك أستاذ إحنا معنا اتصال شباب جاهز الاتصال معنا اتصال من الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة. أهلا وسهلا فيك. الله يمسيكم بالخير. أهلا وسهلا فيك الشيخ حياك الله. الله يسلمك. الله يخليك حافظك تفضل. في البداية حبيت أشكركم على جهودكم اللي تبذلونها من أجل البحرين وأهل البحرين. واجبنا الله يسلمك. وأتشرف أنكم معاكم في خير برنامج. شرفنا. في وقت إطلاق حملة فينا خير. نعم. والحمد لله كل أهل البحرين فيهم خير تحت قيادة جلالة الملك سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الله يحفظهم. آمين. سمو الشيخ ناصر اللي أطلق هذه المبادرة المباركة بإذن الله. نعم. وإذا تسمحوا لي أود أن أنتهز الفرصة وأوجه التحية والتقدير إلى كل أعضاء فريق البحرين تحضر القيادة سمو ولي العهد الله يطول بأمره الكل أدى دوره بأكمل وجه وبرونة وبر العالم كله بإخلاصهم وتفانيهم واليوم لنا الفخر أن نحن نأدي دورنا ضمن فريق البحرين حيث أن مجلس إدارة باتلكو قرر بدعم الحملة بمبلغ 3,500,000 دينار مشكورين والله يحفظ البحرين. الله يحفظك شكرا جزيلا لكم وبيض الله وجهكم وبارك الله في يعني فيكم على هذه المساهمة اللي فعلا يعني تعكس يعني حبكم وإخلاصكم لهذه الأرض الطيبة. شكرا جزيلا لك الشيخ على هذه المساهمة. أرجع لك يعني أستاذة ولله الحمد فعلا يعني الكل لب اليوم يعني هو يمكن يعني نداء وطني أكثر من يمكن حاجة اقتصادية ويمكن أبعاد اقتصادية. البحريني ما توانى لحظة في الدفاع عن يعني بلده في يعني يمكن يسأل أخوه شو اللي قاصره شو اللي تحتاجه. بسرعة شارك في يعني عمليات التطوع بسرعة قدم اللي عنده بسرعة ساهم باللي يملكه سواء كان يعني يعني جوانب مادية أو حتى عينية. اليوم هذه الحملة يمكن على أن لها أيضا أبعاد يعني اقتصادية ولكن أيضا يمكن تعزز الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام واعتقد ان هذا شيء يعني جدا مهم ولو نتكلم عنه بشكل يعني تفصيلي. طبعا القطاع العام والقطاع الخاص ما في يعني فصل بينهم بالعكس احنا بالذات في الغرفه وكتجار يعني دائما نشوف انه لازم يكون في يعني ليفلينج بين الاثنين كل واحد يكمل الثاني كل قطاع يكمل الثاني ودور الحكومة جدا مهمة اليوم والحكومة ما قصرت خذوا مواقف جبارة وبسرعة يعني عجيبة لاتخاذ الإجراءات سواء حق مساعدة القطاع الخاص أو حق إنه يحافظون على سلامة الكل والحمد لله حتى المواطنين ما شاء الله البحرين شعب واعي صحيح. كل من يعني قاعد ياخذ احتياطه وكل من قاعد يحاسب على اساس انه نحافظ انه ما ينتشر هالفيروس. نعم. فالقطاع العام والقطاع الخاص يكملون بعض
واليوم دليل هالوقفة اللي قاعدين نوقف مع بعض على أساس أنه في النهاية كله حق مجتمع البحرين وشعب البحرين، والبحرين تستاهل كل خير. نعم. يعني الحكومة مو مقصرة، جزاهم الله ألف خير. صحيح. واقفين معانا، وأول دولة تطلع تساعد القطاع الخاص. نعم. في هالظروف ما قصروا من ناحية معاشات القطاع الخاص حق. صحيح. البحرينيين. نعم. ومتفائلين بعد أكثر اليوم تمكين، بعد طرحوا مزيد من المساعدات حق شركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه دليل إنهم شلون طبعا سباقين على الدول الثانية في مساعدة الكل. فإحنا كقطاع خام عام أو خاص نكمل بعض. نعم. وإن شاء الله مع بعض بنتجاوز هالمشاكل وهالتحديات وبنطلع أقوى منها إن شاء الله بإذن الله. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذة سونيا جناحي، شكرا لك على وجودك، وأشكركم أيضا على المساهمة الوطنية، وهذه إن دلدل على يعني فعلا البحرينيين دائما مستعدين يعني دفع الغالي والنفيس لخدمة هالأرض الطيبة وأيضا أهل البحرين. شكرا لك. واجب الله يسلمك. الله يسلمك حضرتك. مشاهدينا أيضا عندنا مساهمة من شركة علي ومحمد حسين يتيم، تساهم بمئة ألف دينار لصالح حملة فينا خير، وطبعا من هذه المنبر احنا نشكر جميع المساهمين على مساهماتهم الوطنية. خلونا نطلع فاصل وبنرجع نكمل معكم. هذه بلاد قد رأت من أمرها شأنا جلل، فترى الجميع لها حما كل لها طفل وكهل، هذه بلادي ومثلها فلا يضام ولا يذل، نحن المحبة في الرخاء نحن الثبات وقت الوجل، ها نحن نكتب في الورى صحفا تسطر للأزل، البحر علمنا الحياة ما اشتد إلا قد سهل، والطب هذا يومه والعلم بارقة الأمل، هذا الممرض قد سهر هذا الخبير قد فصل، ومن الدفاع لنا جنود ومن الحمى ظهر وظل، خلية تعمل بجد خلية شعب لا نحل، لا تعجبوا من أمرنا ما مثلنا بين الدول، سلمان قائدنا فإن قاد الفريق حسن العمل، والحكمة نهج مليكنا طوبى لمن منها نهل، رباه ارفع عننا هذا البلاء بما نزل، أنت القوي الأرحم أنت السميع أنت الأجل، مضينا في الدنيا نرى خيرا كثيرا قد همل، أغفلنا عن شكر الإله أعصينا أم زاد الزلل، أنت العليم لنا الهدى رب اهدنا خير السبل، ما زال الكون عامرا بالخير في أبهى الحلل، ما زال الصبح مشرقا فهنا جنان وهنا ظلل، فسينتهي الوقت العصيب ويغدو دهرا قد أفل، هذه الحياة مذ آدم أيام تمر لها دول، فلنمضي دوما عاملين بلا تباطؤ أو ملل، فأنا وأنتم كلنا اليوم جد لا هزل، ها نحن لبينا الندى أيا وطني لك ما تسل. مستمرين معكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة اللي تتناول الآثار المجتمعية والتفاعل في حملة فينا خير، ومعاي في الاستوديو دكتورة سوسن كمال عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك. حياك الله. يعني شفنا طبعا هذه الحملة وشفنا يعني تكاتف المجتمع وشفنا كيف يعني يمكن أداروها خلينا نقول أبناء البحرين، وشون أن خذوا يعني هذه الحملة على محمل وطني وعلى يعني محمل جاد في هذه الظروف الاستثنائية. بالنسبة لك أنت شنو الرسالة اللي تحبين توصلينها؟
اولا اختي هيا احب اني انا اشكركم على هالاستضافه، واحب اني انا اثمن الخطاب السامي لصاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه اللي اطل عليه على ابنائه وبناته ليطمئنهم ويطمن عليهم ويطمئنهم ويرفع فيهم روح التفاؤل والايجابيه في هذه المرحله اللي احنا نعيشها. نعم. طبعا الجهود كثيره ومتعدده وكانت مبادرات عده اللي حالياً طبعاً الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع، يحتاجنا كلنا أن نوقف ونحط يدنا بيد بعض ونساهم لأن نحافظ على نقول المستوى اللي إحنا وصلنا له، سواء في ناحية الأمن والاستقرار والناحية الاقتصادية وغيرها من الإنجازات اللي إحنا وصلنا لها. فالمبادرات العديدة اللي جاءت كلها تساهم في هذه الاتجاه، وإحنا بدورنا نسعى أن إحنا نقف مع الحكومة الرشيدة لكي نضع يدنا بيدها ونبادر أيضا ونوجه جميع المواطنين أيضا أنهم يبادرون ويساهمون على أساس نحافظ على مثل ما قلنا المستوى اللي إحنا وصلنا له عالميا. نعم، يعني هذه الدكتورة الحملة لها أكيد أبعاد يعني اقتصادية، ولا شك أن يعني مثل هذه المساهمات راح يعني تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، إلى أي مدى يعني راح يتم ذلك؟ طبعا المبادرات اللي تمت والحزم اللي وجدت لرفع يعني مستوى الاستقرار الاقتصادي في البلد، نعم، حزم متنوعة يعني جاءت لتغطي جميع الفئات والقطاعات الاقتصادية في البلد، نعم، منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها الشركات، القطاع الخاص، البنوك. فحاولنا يعني بالإضافة إلى المبادرات الموجودة حالياً، إحنا كمجلس نواب أيضاً حاولنا أن إحنا نضع بعض الحلول ونقترح بعض الاقتراحات المستعجلة لكي تساهم لتغطية الفئات الأخرى اللي ممكن نوصل لها، لأن مثل ما قلنا حالياً نحتاج أن إحنا نكون الكل لازم يساهم في هذه صحيح. المبادرة صحيح. أنا استأذنك دكتورة، معنا اتصال مشاهدينا، معاي اتصال من أمين العريض رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات. أهلا وسهلا فيك أستاذ. مرحبا، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. في البداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، نعم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة تفشي جائحة الكورونا على جهودهم العظيمة. نعم. كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على مبادرته الخيرية في هذا الظرف العصيب. بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات، اليوم بنعلن عن مساهمتنا ب20,000 دينار بحريني، نعتبرها جزء من جهودنا المتواصلة لدعم حملة الحكومة والحد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع. نعم. ونشكر تلفزيون البحرين على هذه الحملة التي تخدم الوطن الغالي، وإن شاء الله كلنا نفضل. بارك الله فيك أستاذ، والله يجزيكم خير، وشكرا جزيلا لك على هذه المساهمة الوطنية. مشاهدينا أيضا معي اتصال هاتفي من معالي رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبد الله زينل. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيكم وحياة المشاهدين، الله يحييك. الله يحفظك، إذا تسمحين لي بداية أني أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الله يحفظه ويرعاه، نعم، على توجيهات جلالته السامية وحرصه الكريم في ضمان صحة وسلامة الجميع، نعم، ودعم المواطن وإطلاق حزمة الاقتصادية والمالية، وعلى الرؤية الإنسانية الرفيعة في رعاية المواطن والمقيم على حد سواء. وأيضا اسمحي لي أن أشيد بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لمتابعته لكافة المجالات والقطاعات وبذل الكثير من الجهد من أجل الوطن وسلامة الجميع. نعم. وأن أعرض
عن بالغ الامتنان والعرفان والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر على متابعة سموه الحثيثة لقيادة فريق البحري وعلى الخطوات الاستباقية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس الكورونا. وأيضا اسمحي لي أن أرفع أسماء آيات الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس الأعلى للشباب والرياضة على هالمبادرة المتميزة فينا خير إي والله أن البحرين فيها خير اللي وجدت كل التفاعل من المؤسسات والشركات والأفراد المواطنين والمقيمين وحركت الوجدان وحظت بأوسع ما يمكن أن يكون يترجم عمل الفريق الواحد. الشعب البحريني ما هو مستغرب عليه، الشعب متعطش لعمل الخير والوقوف مع بعض، يعني هذا شيء طبيعي في البحرين أنا أشوفه، كلش ما هو بغريب لا على الشعب ولا على المؤسسات والشركات في القطاع الخاص. فإحنا تعودنا من هالشركات عطائهم في المناسبات وفي الأعمال الخير ومساندتهم للحملات الوطنية والإنسانية. وطبعا في هذا المنطلق يسرني أن أعلن عن مساهمة مجلس النواب بمبلغ 100,000 دينار من في مبادرة فينا خير، وهذا جزء يعني تم توفيره من الميزانية المخصصة للمشاركات البرلمانية ومن أيضا خطة ترشيد المصروفات العامة بالمجلس، وهذا القرار بإجماع الزملاء في مكتب المجلس ومباركة الزملاء والزميلات وإحداهن معك في الاستديو بهذه الخطوة، حتى نقول أن احنا لسنا فقط عملنا لا يعني لا يقتصر فقط على التشريع والرقابة، إنما أيضا يستوجب علينا المساهمة المجتمعية صحيح. لدعم جهود الدولة في العمل الوطني. وبهذا السياق اسمحي لي أيضا أني أسجل كلمة شكر وامتنان لكل اللي ساهموا وتبرعوا في هذه المبادرة الوطنية اللي حقيقة ترجم أصالة الشعب البحريني المتكاتف في الأزمات، ويعني صرنا الحمد لله مضرب للمثل في الوعي وفي التكافل الاجتماعي. واليوم احنا أمام مشهد جديد جميل سنفتخر بأن نقدمه لكل العالم حتى نبين الصورة الحضارية والمتميزة اللي يتمتع به كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. كل الشكر لكم، كل الشكر للتلفزيون بكل الطواقم اللي حين موجودين أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، يعطيكم الصحة والعافية. وهذا القليل القليل جدا مما الواحد ممكن يساهم في مقابل يعني العطاء الكبير اللي قاعده تعطينا الدوله. رايتكم بيضة يعني معاليك، وانا كذلك يعني اشكركم جزيل الشكر يعني على هذه المساهمه الوطنيه، وشكر كبير ايضا لكل المساهمين. مشاهدينا سمحوا لي بس بنطلع فاصل وبنرجع نكمل معاكم.
أرحب فيكم من جديد مشاهدينا، وما زلنا مستمرين معكم في تغطيتنا لهذا اليوم. قبل ما نواصل طبعا الحديث مع دكتورتنا، عندنا مساهمة أيضا من المواطنين بمبلغ 40,000 دينار. هذه مساهمة أيضا تضاف إلى المساهمات الوطنية اللي قدمها يعني الشعب، مشكور في هذه الحملة. يعني هذه الروح مشاهدينا الجميلة والوفاء الكبير للشعب يعني هذا البلد العظيم، تبرز أكيد معدن البحرين الأصيل اللي يعني ما يعز شيء على ديرته الغالية. احنا راح نواصل الحديث معك دكتورة سوسن. يعني ذكرنا طبعا أن الحملة لها يعني أبعاد اقتصادية، ولكن أيضا الحملة لها أبعاد إنسانية واجتماعية في نفس الوقت. خلنا نتكلم عن هذا الجانب، شنو هي دلائل هذه الأبعاد؟ شوفي أختي، هي سمو ولي العهد الله يحفظه ذكر شيء بأن الكورونا عدو الجميع، فهو ما يعني ما عنده فرق بين دين أو طائفة أو فكر معين. صحيح. فإحنا يعني الأمر هذا اللي مرينا فيه ظهر معدن الأشخاص وإنسانيتهم وتكافلهم المجتمعي، ووقفتهم جميعا بغض النظر عن أي ديانة أو أي طائفة أو أي توجه. فسبحان الله، يعني جاءت الحملة هذه والشخص في هالمرحلة يستشعر إنسانيته ويستشعر واجبه تجاه وطنه وواجبه تجاه الأرض اللي عطته وسنين وهي تعطي، مثل ما احنا نقول يعني بالمجان، الصحة، التربية، التعليم، كلها كانت كلها ما زالت مجانية. فإحنا من إنسانية الشخص أنه هو يبادر ويساهم، شكرا لهذه البلد، شكرا لقيادتنا الرشيدة، فهي أظهرت معادن الناس وجوهرهم. والحمد لله الدنيا بخير وفينا الخير وفيكم جميعا. أكيد. وشكر لك أيضا يعني دكتورة سوسة على وجودك معنا، أشكركم جزيل الشكر، وشكر أيضا لمجلس النواب يعني على وجه العموم على المساهمة اللي قدمتوها. شكرا جزيلا. شكرا لكم أيضا، يعطيكم العافية. مشاهدينا، الجميع يعمل بروح الفريق الواحد مع فريق البحرين لمواجهة تحديات الفترة الحالية وتقديم كافة السبل من أجل يعني القضاء على فيروس كورونا. مجلس النواب جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وهو شريك في التغلب على أثار هذه الأزمة. أنا أشكر طبعا بشكل خاص لمجلس النواب على المساهمة. مشاهدينا، بنطلع فاصل وبنرجع نكمل معكم. بنتكاتف لاجل كل خير،
يعني لكل أزمة تداعياتها الاقتصادية مشاهدين، مملكة البحرين فضل الجهود الوطنية الحثيثة والروح الوطنية العالية يعني قدرنا أن نحتوي يعني هذه الأزمة وهذا الظرف الاستثنائي. بلا شك ما زلنا نواجه يعني أزمة كورونا ونتصدى لها ولتبعاتها بكل ما نستطيع على الصعيد الصحي الاجتماعي والاقتصادي. من الجميل اليوم أن يعني نشوف أو نشاهد هذا التكاتف الوطني المتمثل في حملة فينا خير، ومعي في الاستوديو الباحث الاقتصادي عارف خليفة، وأيضا يعني راح نتكلم أيضا مع رائد الأعمال الأستاذ حازم جناحي. مسيكم بالخير، أهلا وسهلا بك. مساك الله بالخير والعافية والسرور. حياك الله أستاذ. يعني في البداية أنا ببتدي معك أستاذ يعني عارف، اليوم شفنا الجميع متكاتف يعني للتصدي لفيروس كورونا، شفنا طبعا مختلف المؤسسات، شفنا كذلك الأفراد، شفنا تعاون هناك في يعني مع الفريق الوطني للتصدي لهذه الجائحة. لو نتكلم عن يعني آثار الشراكة المجتمعية في هذا الشأن، لربما البعد التكافلي هو ما يميز الأزمات أيا كانت الأزمة الصحية، ولكن لما تطرأ في إدارة الأزمات يعني يخرج لنا مسمى اللي هو البعد التكافلي. ولله الحمد بدينا في البحرين احنا في مشاريع عدة تؤصل موضوع اللي هو البعد التكافلي، ومنها طبعا مشروع اللي تم تدشينه من قبل سمو الشيخ ناصر فينا خير. نعم. فالبعد التكافلي يجب أن يكون في أي خارطة لإدارة الأزمات. نعم. أنتقل لك أستاذ حازم، يعني شفنا اليوم يمكن مشاركة يعني كبيرة ونتمنها حقيقة من رواد الأعمال، وكونك رائد أعمال يعني كيف يعني تقرأ أو يعني تفسر يعني وجود هذه المشاركة وهذه المساهمات اللي قدمها اليوم البحرينيين في مثل يعني هذا الظرف الاستثنائي؟ شكرا على الاستضافة أستاذة، وعلى ما أعتقد هذا شيء مو غريب على البحرين. إذا نسترجع التاريخ، البحرين كانت سباقة في دعم كثير حملات وكان فيها بعد تكافلي، منها التسليح الجيش المصري، منها يعني تسليط الضوء على حتى مجابهة العدو النازي في الحرب العالمية الثانية. فإحنا اليوم قاعد نعيش فصل من فصول كتب التاريخ المستقبلية. اليوم الكل قاعد يحاول أنه يعني يحط بصمته ويساهم، سواء مساهمة مادية أو عينية، كانت هي مؤسسة كبيرة مؤسسة صغيرة، حتى الابن أو الطفل الصغير حاب أنه يشارك في هالوسم فينا خير. نعم. أرجع لك أستاذ يعني عارف، الحملة لها أبعاد يعني اقتصادية ولها يمكن كثير من يعني الأمور ويمكن الدلائل حتى، يعني خلنا نتكلم عن أثر هذه الحملة. شوف، احنا عندنا شيء في الاقتصاد او شيء في الإدارة المصرفية وهي إدارة الديون او ادوات الدين. نعم. احنا الحمد لله يعني ادوات الدين في البحرين مرتفعة وتم استخدامها بشكل كبير. نعم. ولكن مشروع فينا خير يعني قرب المسافة ووضح الصورة الى المواطنين بالدرجة الاولى غير المقيمين. اليوم نتكلم عن يعني المقيمين هم من يقومون يساهمون أيضا. فإحنا نتكلم عن الأفراد، يعني مساهمة الأفراد تكافليا من أجل منهم، من أجل الشركات، وهذا لا يحصل إلا القليل. يعني في العالم الاقتصادي مستحيل أن نحصل يعني أفراد يقومون بدعم الشركات اللي هي صحيح. الشركات تستنزف مدخراتهم. نعم. فهذا حصل في البحرين. الآن بعده أن فعلاً الكل نتكلم عن أكثر من 350 ألف تم دفعها من قبل الأفراد. فهذا يعني رقم كبير يدل على نغمة تكافلية من قبل الشعب البحريني ويداً بيد مع الدولة. صحيح. يعني انطلاقا من يعني تعليق استاذ عارف استاذ حازم، يعني شفنا اليوم يمكن يعني مساهمه خلينا نقول الافراد ورواد الاعمال وكذلك الجهات في مثل يعني هذه الظرف الاستثنائي، يعني كيف راح ياثر على خلينا نقول الاقتصاد الوطني وجود مثل هذه الحمله الوطنيه اليوم؟ هو طبعا بيكون تاثير كبير، هو ضخ اموال في عده يعني مناحي، ونتوقع هاي الفلوس بتوصل الى يعني عصب من الاقتصاد اللي محتاج له، وطبعا تحت تقدير فريق البحرين. نعم. وهذا الشيء ان شاء الله بيرجع بالنفع، سواء كان على الخط الاول او على الشركات والمؤسسات او غيرها من نعم. الجهات اللي محتاجه الى الدعم.
واعتقد هو وقت جاي على اساس احنا نرد الجميل. الكل فينا حاسب جميل الوطن، سواء كان صاحب مؤسسه، رائد عمل، مواطن، مقيم، والكل استفاد من البحرين، وهذا الوقت اللي الكل لازم يشارك فيه. والحمد لله يعني الارقام اليوم اللي نشوفها ارقام جدا مشجعه. صحيح. ويعني بالنسبه بما انك ذكرت الارقام، يعني اذا تسمحون لي ويسمحون لي الساده المشاهدين، انا بس حبيت انوه مشاهدينا ان مساهمات المواطنين يعني تخطت يعني 500,000 دينار، هذه فقط يعني مساهمات المواطنين، والله يجزيكم يعني كل خير على هذه المساهمات. ارجع لك استاذ يعني عارف، يمكن انت تكلمت عن الجانب الاقتصادي، خلينا نتكلم عن الاستراتيجيات الاقتصاديه اللي مطلوب ان يعني يتم تاصيلها او يعني الاستعانه بها يعني اسس في هذه الفتره. لربما يعني يجب على الافراد الحفاظ على السيوله في هذا الوقت بالدرجه الاولى، والابتعاد عن الكماليات، ولكن ليس بما يكون أكثر من هو من اللازم. يعني الحين صاير التقارير تتكلم أن المستهلك يعني شوي ميوج يده، يعني مو قاعد يصرف. لربما على الكماليات أوكي، بس الضروريات أعتقد يجب أن يكون هناك شوي تحريك للسوق، ولكن يجب أن يكون هناك الحفاظ على السيولة. صحيح. بالإضافة إلى الواقع الترشيدي. يعني الواقع الترشيدي يجب أن يكون هناك ترشيد في موارد الدولة أياً كان تحت أي مسمى، الكهرباء، الماء وغيره. صحيح. فأعتقد يجب أن تكون هناك الحفاظ على السيولة والترشيد من قبل المواطن، بالإضافة إلى الادخار إلى الأيام القادمة. نعم، أنا أستأذنكم يعني أستاذ تبتي، عندنا اتصال هاتفي من عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى. مسيك بالخير أستاذ. مرحبا، مسيك بالخير. أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك يسلمك، تفضل. والله حملت فينا خير اللي دشن الشيخ ناصر، يعني حركت شعب البحرين لإثبات مواقفه دائما الإنسانية أمام هذه الكوارث الطبيعية التي نواجهها. احنا اليوم في انتشار وباء عالمي اجتاح العالم كله، وتكاتف شعب البحرين في هذه الظروف يثبت أن شعب البحرين بالفعل شعب حي، وشعب دائما يقف المواقف الرجولية في المواقف الصعبة. صحيح. وسمو الشيخ ناصر طبعا أعطانا الفرصة لإثبات ذلك. نعم. واليوم يعني أنا طبعا بجانب أن أنا عضو مجلس الشورى، أنا طبعاً نائب رئيس مجلس إدارة شركة السراد الاستثمارية، والشركة قررت تبرع ب 25,000 دينار لهذه الحملة، حملة فينا خير لمكافحة فيروس كورونا. أنا أشكر لك جزيل الشكر، شكراً لك وبيض الله وجهك أستاذ عبد الرحمن جمشير، شكراً لك على هذه المساهمة، شكراً لك. مشاهدينا أيضا معنا اتصال آخر من دكتور وهيب الخاجة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. مساء الخير دكتور. خير الله يسلمك هيا. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. نشكركم الأخت هيا يعني على هذه المداخلة، واسمحوا لي في البداية أتقدم بخاص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المقدسة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب قائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء، والله يحفظهم. يتعاملون حقيقة مع هذه الظروف بأعلى درجات الحكمة عبر متابعتهم لمستجدات الأحداث في دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا أولا بأول، وحرصهم الله يحفظهم على سلامة المواطنين والمقيمين. نعم. كما احنا في جامعة العلوم التطبيقية نتمن بكل تقدير والاعتزاز حملة فينا خير الذي أطلقها سمو الشيخ ناصر حفظه الله. نعم. وهذا ليس جديد على سموه اللي يملك تاريخ حافل في العمل الخير والإنسان. طبعا حملة فينا خير تعطي التجار والشركات وجميع الأفراد والمؤسسات فرصة كبيرة للإسهام والمشاركة في دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. وفي الحقيقة أن واجبنا تجاه وطننا يحتم علينا نقدم كل ما نستطيع تقديمه لخدمة هذا البلد وقيادته الرشيدة
للعبور معا إلى بر الأمان بحول الله والانتصار على هذا الوباء الذي يشغل العالم بإذن الله. وما في شك هالمبادرة الهادفة تدفعنا إلى مواصلة العمل بإصرار كبير لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات وترجمة تلمش توجهات جلالة الملك حفظ الله لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. نعم. وإحنا الحمد لله الله يسلمك في جامعة العلوم التطبيقية كنا من أوائل المبادرين للتبرع لمبادرة فينا خير حيث قمنا باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمساعدة طلبتنا والتخفيف على المتضررين منهم في هذه الظروف. نعم. وتأتي إجراءاتنا انسجاما مع مسؤوليتنا المجتمعية والوطنية واستشعار طبعا للواقع الذي يشهده العالم وأثر اقتصاد على العديد من شرائح المجتمع. وإحنا نحرص في الجامعة مساعدة الطلبة إيمانا منا بحق الطالب في التعليم بالرغم من كل الظروف والتحديات. لذلك فقد تبرعت الجامعة بمبلغ 30,000 دينار كمساهمة مالية لحملة فينا خير للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. الله يجزيكم خير دكتور، ما قصرت على هذه المساهمة، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور وهيب الخاجة، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة. مشاهدينا، وصل مبلغ المساهمات من المواطنين 118,000 دينار، الله يجزيكم خير طبعا على هذه المساهمات اللي كلها من أجل مملكة البحرين. أنا أرجع لكم ضيوفي أستاذ حازم، يعني بشكل سريع، ويعني اليوم يمكن رواد الأعمال يعني يمكن هناك في ضرر يعني على المستوى خلينا نقول التجارة والاقتصادي، ولكن هذه الحملة راح تساهم وتساعد في يمكن دعم رواد الأعمال، إلى أي مدى راح تساهم في دعمهم؟ ويعني هل من كلمة أخيرة يعني تحب توجهها لرواد الأعمال؟ احنا طبعا الحملة بالإجراءات اللي خذتها البلد اللي سمعناها قبل شهر ومبادرة تمكين لدعم المتضررين كلها تصب في مسألة ديمومة واستمرارية الأعمال وتخفيف الضرر عليهم. كلامي لزملائي رواد الأعمال هو أن هم يستمرون في عطائهم، وإن شاء الله هاي الجائحة يعني تنتهي على سلام ويستمرون في أعمالهم بأقل ضرر ممكن بإذن الله. أستاذ حازم شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. أستاذ عارف أشكرك جزيلا الشكر على وجودك أيضا معنا، شكرا لكم. شكرا جزيلا. شهدينا وصلنا معكم إلى الختام، أنا أشكركم يعني على هذه المشاركة. يشهد الله مشاهدينا كلمة حق، يعني يشهد الله أن حكومتنا ما قصرت، يشهد الله أن قيادتنا ما قصرت معنا، ويشهد الله اليوم أن حتى عيال البحرين أيضا ما قصروا. يعني البحرين غنية بأهلها الطيبين وبروحهم يعني العالية وبعطائهم الكبير، هذا العطاء اللي دائما البحرينيين يعني يتحلون فيه وتجلى اليوم فيه خلينا نقول أسمى وأروع وأبهى يعني صورة. مشكورين من القلب على تجاوبكم معانا، وتوجه أكيد بجزيل الشكر لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد على هذه المبادرة اللي يعني تأسس لمبدأ أساسي للشراكة المجتمعية والتعاضد والتعاون، وهذه الحملة بتدخل التاريخ فضل إيمان أبناء هذا الشعب. كنا معكم في تغطية لمساهماتكم في حملة فينا خير، زملائي بيوصل معكم في الفترة المقبلة، وأشكركم جزيل الشكر، والله يحفظكم ويحفظ البحرين من كل شر، وفي أمان الله.